يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في تفسير قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أن معنى قوله ومن يعصي يعني الشرك، إيه نعم. لأن الله قال في آخرها: فإن له نار جهنم خالدين فيها. نعم. يقول: أشكل علي آية في سورة البقرة وهي قوله سبحانه عن آكل الربا: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ما فكيف قال أبدا، ما قال فأولئك أصحاب النار خالدين فيها أبدا، هم فيها خالدون. خلود يطلق ويراد به طول البقاء من غير دوام، ويطلق ويراد به الدوام. نعم.